السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنعمل تقييم او ريفيو لكورسات البرمجه بلغه جافا على موقع رواق. هو ما يعرفش موقع رواق عباره عن منصه عربيه بتقدم مجموعه من الكورسات، في منها المدفوع وفي منها المجاني في معظم المجالات تقريبا. هو كورسات البرمجه بلغه جافا على موقع رواق ديت عباره عن كورسات جميله جدا من الدكتور معاذ عبد الله. هي الكورسات ديت بتنصح بقى اي حد لو حابب يبدا البرمجه باستخدام لغه جافا. فيلا بينا نروح نشوف الكورسات، بس يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت تعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشير مع اصحابك. تمام، السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ هو تمام اهوت ادي الكورسات على موقع رواق، ان شاء الله برضك هسيب لكم لينك الكورسات تحت. والكورس عباره عن يعني كورسات عباره عن كورسين اتنين، اللي هو البرمجه باستخدام لغه جافا الجزء الاول، والبرمجه باستخدام لغه جافا الجزء الثاني. الاسبوع الاولاني ده بيعرفك ايه هي البرمجه وازاي تسطب جافا وازاي تجيب البرامج اللي انت هتبرمج عليها وكل حاجه من الصفر. وفي حته هنا بس انا عايز انوهها، اللي هو هنا بيقول لك تركيب اندرويد ستوديو. اندرويد ستوديو حوالي حجمه دلوقتي يعني 1 جيجا ويمكن اكتر، وكمان ما بيشتغلش الا على 64 بت، يعني 32 بت مش هينفع تشتغل عليه. تمام. تاني حاجه ان البرنامج انت مش لازم انت تنزله عشان تاخد الكورس وكده، انت كل شغلك هيبقى على اكليبس ان شاء الله. وكمان اندرويد ستوديو بتهيالي انت مش محتاج اصلا عشان تنزله، فهو يعني هنا في الكورس ما استخدمهوش اللي هو مره واحده بس. فين كان في برنامج؟ في البرنامج ده تركيب بيئة تطوير اندرويد ستوديو هنا كده. فيعني صراحة انا مش شايف ان انت لازم تنزله، هو مش هتستفاد بيه خالص في الكورس ده ولا الكورس التاني حتى. فانا من رأيي ان انت ما تنزلوش، انت بس تنزل جافا وتنزل اكليبس وباقي الكورسات زي ما انت وباقي الدروس زي ما انت. تمام. نخش بقى في تفصيل الدروس. الدروس صراحة يعني هو بيقعد يشرح لك بقى والكلام، وبعد كده بيجي في الاخر بيبقى عندك تمرين وواجب. الواجب دي بيبقى عليه درجات والكلام ده، عشان دي بتتحسب في الاخر عشان تاخد شهادتك ان شاء الله. فهو صراحة بيبدأ معاك من الصفر خالص، بيعلمك يعني ايه برمجة، يعني ايه داتا، يعني ايه متغيرات، يعني ازاي اكتب مثلا كود في جافا، ايه هي الداتا تايب، ايه هو الانت، ايه هو الفلوت، ايه هو التشار، ايه السترينج. ويعني بيبدا معاك من الصفر خالص جدا. وصراحه الكورس جميل جدا، ويعني التقسيمه بتاعته كويسه جدا، والدكتور معشر حلو قوي. فاحنا يعني هو مثلا هنا التعبير، يعني هنا مثلا بيتكلم عن التعبير او اللي هو الاولويه في العمليات الرياضيه، وايه هو العمليات اللي ممكن اعملها باستخدام عمليه الاسناد او اللي هو علامه اليساوي. وبعد كده بيبدا بقى يعمل معاك مثلا برنامج. دي كده قربت انت تخلص الكورس. وبعد كده بقى الاسبوع السادس بيبدا بقى يعلمك برضك كل ده، بيبدا بقى يعلمك برامج والكلام ده بعد ما انت ما فهمت الاساسيات وهكذا بقى. فهو الكورس الصراحه يعني جميل جدا. فيعني بياخد هنا مثلا بتاخد اف الس، وبتاخد هنا اللوبس اللي هو فور وواي لوب، يعني جميل جدا. بعد ما تخلص بقى الكورس ده كله وانت خلصته، بيبقى عندك هنا في الاخر اختبار نهائي، بيبقى فيه تمارين وانت بتحلها وبيعمل لك لها تقييم. وبعد ما تخلص بقى وتعدي نسبه النجاح، بتيجي هنا تقول عن المادة. تمام، بس كده بيبقى انت ايه خلصت كده المادة، بيبقى ليك شهادة اكمال، بتقدر تاخد شهادة الاكمال من هنا. ماشي. بعد كده بقى يعني انتوا شايفين طبعا 65%، بس يعني انا قلت لكم ان دي كانت اول كورس ليا في البرمجة، يعني اول كورس اخده خلصت في البرمجة كنت جايب 65%. فهو يعني الكورس ده صراحة جميل جدا، وهو الدرجة قليلة بس يعني انا كنت لسه مبتدئ، بس هو الصراحة كورس جميل وانصح بيه، مش صعب والله ولا حاجة. تمام. تاني كورس بقى اللي هو تكمله للكورس ده. تمام. الكورس برضك بيبدا بقى يخش في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، اللي هو الكائنات وايه هو الكائنات، والكائنات ذات التوجه، والميثود، وازاي اعمل كلاس، والكلام ده كتير جدا يعني، والصراحه طريقه حلوه جدا. وبيعلمك كل حاجه صراحه في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس يعني ايه الا شويه حاجات كده مثلا. وبرضك بيعلمك ده ستراكشر جديده مثلا شبه الاراي، وازاي وليه محتاجين الاراي، وازاي استخدم الاراي مع اللوب، وجميل جدا برضك. في الامان في ايه التمارين اللي لقيتها في الكورس ده، معظمها بتهيالي جايه من الكتاب اللي احنا عملناه ريفيو، اللي هو انترو تو جافا بروجرامنج كومبريهنسيف فيرجن، اللي احنا عملناه ريفيو. هسيب لكم اللينك برضك تحت في الديسكريبشن، تقدر تدرس اللي هو مثلا الاسبوع الاولاني اللي هو الكائنات او الاوبجكتس، ومثلا تروح هناك تقرا الكتاب مثلا الفصل اللي بيتكلم عن الاوبجكتس ديت، وتقعد تقرا مثلا تاخد الدروس من هنا وتقرا الكتاب من هنا وتطبق في الاثنين مع بعض. فدي ان شاء الله تبقى انت كده شغال على الاثنين في نفس الوقت، وبالتالي ان شاء الله تخلص الاثنين مع بعض. فبقى كده ايه، بدل مثلا ما تخلص الكورسات كلها وبعد كده ترجع تاني للكتاب، فيبقى تضيعت وقت او فصلت الاثنين عن بعض. اخر بردك نفس الكلام، يبقى عندك تمرين في الاخر بردك تمتحن عليه،
وتاخد النتيجه بتاعتك، ولو عديت ان شاء الله بتاخد الشهاده بتاعتك عادي ما فيش مشكله. وبرضك بعد كل نهايه كل اسبوع بتبقى في تمرين، وبتهيألي في بقى في برضك اونلاين جريدر او يعني ايه مصحح على النت كده، او برنامج تصحيح على النت انت بتبعت له الكود بتاعك وهو بيعمل تقييم او تيست على الكود ده، ولو الكود صح بيعديك تمام، لو الكود غلط بيعرفك الغلط فين وانت ترجع تاني. فهو الصراحه كورس جميل جدا ومتعوب عليه جامد، فهو الصراحه الكورس حلو جدا، وانا انصح باي حد بادئ في البرمجه او باستخدام لغه جافا. هو الصراحه كان اول كورس عربي اخده في الجافا، فهو الصراحه كورس جميل. انت لما تيجي تفتح الصفحه هتلاقي اللي هو الصفحه كده الدكتور معاذ بيتكلم عن الكورس وايه اللي هو فايده الكورس وازاي هتدرس الكورس وهنستفاد ايه لما نتعلم الكلام ده. فهو الصراحه الكورس جميل جدا، انصح باي حد. تمام، هو ده تقييم الكورس بتاع النهارده. يا رب اكون فدتكم بالفيديو ده. يا ريت لو لسه ما اشتركتش تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ويا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك. يلا سلام عليكم.